السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم، غنسمع أخوتي جميع واحد السؤال تطرح على المحجوب السالك. كلكم كتعرفوا شكون هو المحجوب السالك. المحجوب السالك اللي ما كيعرفوش هو أحد قيادي البوليزاريو سابقا وأحد المؤسسين ديال الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الدهب. انشق على البوليزاريو وأصبح معارضا عليها وأسس حركة سميتها خط الشهيد. بسبب هذه الحركة وبسبب معارضة البوليزاريو أصبح مهدد بالاغتيال وتصفية من طرف الجزائر في السنوات اللي عارض فيها هو البوليزاريو. سلبت منه ونزعت منه وخلعت منه الجزائر الجنسية الجزائرية، وانتقل لإسبانيا وكيتجول في المغرب وكينتقل في المغرب، وأصبح منذ ذلك الحين معارض البوليزاريو وكل أفكار البوليزاريو ويدعو لحل سلمي للقضية الصحراء المغربية. والسؤال الإخوان اللي تطرح لي مهم جدا ولازم نعرفوا الإجابة، هو لماذا الأشخاص والحركات اللي كتعارض البوليزاريو كلها كتأسس خارج الجزائر؟ منهم حركة صحراوي لمجلس السلام، حركة خط الشهيد وغيرها من المعارضين، كلهم خارج الجزائر. اسمعوا الإجابة مهمة، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. الساقية الحمراء وادي الذهب، السؤال موجه للمحجوب، على هاي الحركات كاملة تعدل انشطتها في المملكة المغربية وعليها ما تعدل انشطتها في الجزائر، شنو هو المانع عنهم هما حركة الصحراويين من أجل السلام وحركة حق خط الشهيد وهاي الحركات كاملة تجيهم تفتح لها فرصة تدير اجتماع، وعليها ما يفتح لها فرصة في الجزائر تدير اجتماعات وتدير توضيحات للناس اللي يعني هالأمرهم؟ مرحبا دبيروك، تحياتي عنك الله، مرحبا وسهلا بك. قال لك على لماذا تقوم هذه الصحراويين المعارضين بأنشطتها في المغرب ليس في الجزائر؟ لماذا؟ لأن الجزائر تخاف من الحقيقة، لأن الجزائر تابعة لقيادة البوليزاريو. لأننا في 2004 منين تلاقينا مع المخابرات الجزائرية ومع وزارة الخارجية الجزائرية وقلنا لهم أننا سنعارض هذه القيادة لأنها بالنسبة لنا انحرفت. قالوا لنا بواضح العبارة وبصريح العبارة، يا المحجوب ما تقدرش تعرض فوق التراب الجزائري، اللي بغى يعرض خرج لبرا. قلت لهم حلاش تراب الجزائر، انتم عطينا ارض، قلت لهم بنينا عليها دوله بنينا عليها مؤسسات، وذاك تقول لي ارض الجزائري؟ لا لا، قال لي ما كانش معارضه هنا من الجزائر. وهذا يقول سالنا مريقنا وعللنا معارضه خط شهيد من اسبانيا. اذا ما 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 يسمح لنا بالتعبير عن وجهات نظرنا في الجزائر، لان الجزائر لا تريد الحقيقه، ولأن الجزائر مع قيادة البوليساري ولا تريد حد يفضح والله يكشف جرائم وأخطاء وفساد قيادة البوليساري. مرحبا وسهلا بك. أبا قال هل النخب في مستوى تغيير هذا الوضع ولا عن البقاء الحالة إلى ما لا نهاية؟ أنا بعد في اللي ظهر لي أبا ومع كامل احتراماتي دائما عندي ثقة في النخب الصحراوية، وإلى الآن مازالت ما فات تعدلت، ولا الآن مازالت ما فات توحدت، ولا الآن مازالت ما فات تعدلت، هي معارضة قوية تزعز فعلا الجزائر وقيادة البوليساريو، ولكنها ما حدها ما عدل ذا الحقيقة. لكن قلت أنت ستبقى الحالة على ما عليه إلى ما لا نهاية، ولا يطرد هذه النخبة في المستوى وتقود المشعل وتقود ضد قيادة البوليساريو والجزائر. البراي والله الله عليكم بالسلام ومرحبا وسهلا، البراي تحياتي، الممثل الشعبي الوحيد اللي لعبت عليها الجبهة، الممثل الشعبي الوحيد استغلتها الجبهة فعلا، وكانت الجبهة الشعبية هي الممثل الشعبي الوحيد من مبادئ الشهيد الولي وبخط الشهيد الولي وبالوفاء والتضحية من أجل الشعب. أما البوليساريو الحالية تحت هذه القيادة الحالية لا تمثل إلا نفسها، وإلى عادت الجبهة مبادئها وبشعاراتها وبأفكارها تمثل الشعب الصحراوي، القيادة اللي فيدها البوليساريو الآن لا تمثل ما عدا نفسها وامتيازاتها الاقتصادية ومصالحها. مرحبا وسهلا بكم، انتظار الإجابة على الأسئلة الباقية.